مجل وهو واثق الاسلام رحمه الله. فيعني منهج المنهج بتاعنا وسطي، منهج طب بس بس هو بيتكلم في ناحيه وسطي، وهرجع لحضرتك مره ثانيه. يعني انا يعني جمعت بعض الفتاوى اللي موجوده او منسوبه للفكر السلفي. طبعا اللي هو لبس الضيق لا يجوز التعري اثناء الجماع، الصندل لازم يكون عليه شراب، التعري اثناء الجماع، الرضاع الكبير، الكعب العالي حرام، لبس البادي تحت لبس الاستريتش حتى في وسط البيت وقدام الزوج وقدام الاولاد حرام. لا لا كل الكلام ده ليس لها اي ناحيه من الست في بيتها تلبس اللي هي عايزاه قدام زوجها، تتعري قدام زوجها، يحصل اي لا لا كل هذا الكلام ليس له دليل. وبعض الصحف تكذب على المشايخ، وبعض شوفي حضرتك المواقع الرسميه بتاعتنا، شوفي صور بطوط حرام. هو الموقع اللي اسمه انا السلفي اهو، ابص حضرتك موقع انا لا هات لي الموقع انا السلفي الاعداد موجود. صور بطوط حرام الشيخ ما قالش كده، الشيخ ياسر ده جاري فضيله الشيخ ياسر، الشيخ بيتكلم على الصور بطوط اللي عايز تلعب بيها، انما ما لا تعلق بحيث انها ما تبقاش متعلقه كانها عايز تلعب بصور بطوط تلعب بصور بطوط. وانا قلت لو في فوانيس رمضان على هيئه مثلا محمد صلاح او اي صور ماشي شغاله كله حلال، انما هو ينتزعون الفتوى من مضمونها ويشوهونها. صور بطوط للاطفال، وانا عندي اولادي لهم لعب اطفال كتيره ولعب بتتكلم كمان عامل المراه مالها المرأة؟ المرأة على دماغنا من فوق. عمل المرأة هرجع لحضرتك والله تاني بس عشان أنا زوجتي سيدة عاملة، امرأة عاملة، وأمي رحمها الله كانت موظفة. اللي عمل المرأة شيء جميل، ولازم المرأة تاخد شهادة وأولادنا في شهادات، والمرأة تكون متعلمة وموظفة، كله بالآداب الشرعية شغال. تمام، هرجع لحضرتك مرة تانية، اتفضل يا فندم لو حضرتك عندك تعليق. يعني